انا جيت من السودان، جيت قبل كاس افريقيا بالضبط 20 يوم قبل. كنت دخلت الى الحدود من حلف القديمه وجيت على ابو سمبل، الصعيد كله، فمن احسن الاماكن عندي ومن احسن الذكريات في الصعيد. ممكن لانني تابعت مسلسلات مصريه صعيديه كتير، فكنت بسمع اي صعيدي بيتكلم كنت بقف واخلق معاه موضوع كيف ما كان، وكنت بستمتع. حتى انا شربت عندهم قهوه الجبنه هناك، وذكر شخص كان بيجني مانجا، انا وقفت عشان اسلم عليه وامشي، جلست 3 ايام. وفي اسوان في موقف طريف جدا مضحك، انا واقف في مطعم وجا شخص قال لي انت مغربي؟ قلت له نعم. قال لي طلع لي كنز. قلت له اطلع لك كل الكنوز اللي انت عاوز فقط بشرط. قال لي قلت له عاوز حمام محشي عاوز اكل. فراح على نياته، شاب لي اكل وشرب حتى شبعت، فانا تركته جالس وركبت على العجل ورحت ماشي. فراح يجري خلفي رجل كبير مساكني، قال لي انت جاي من المغرب عشان تشتغلني هنا؟ قلت له انا اعتذر، انا بعرف ادفن الكنز ما اعرفش اطلع. قال لي انت رايح فين؟ قلت له انا حشوف اي حته بات فيها. فقال لي انا ساكن في، بعرف حد حيديك لجزيره اسمها هيسا. فوداني مع واحد نوبي، فتقريبا 3 أو 4 أيام في جزيرة هيسا، من أحسن الأيام هناك.